يا حسين يا حسين يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا سيدي يا قمر العشيرة، يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا مولاي يا حامل لواء الحسين، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسموا، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يتخطف النفوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، بطل تورث من أبيه شجاعة، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. سيدي يا أبو الفضل سلام الله عليك من فارس شجاع، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه،
والله يقضي ما يشاء ويحكم، وهوى بجنب العلقم فليتني للشاربين به يداف العلقم. فمشى إلى مصرعه الحسين، وطرفه بين الخيام وبينه مقسم، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه حر السيوف فيلثم. تعنى من الخيم للعلقم حسين، والله تعنى من الخيم للعلقم حسين، يصيح بصوت يا عضيدي وقعت وين، والله يصيح بصوت يا عضيدي وقعت وين. بعد ما شوف دربي يا ضوى العين، والله بعد ما اشوف دربي يا ضوى العين، خويا بيا كتر طاحن زنودك، يا خويا العلم وين وين جودك، يا ابو فاضل زماني هم يعودك، وشملي اللي تشدت بيك يلتم، والله شملي اللي تشدت بيك يلتم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارة العباس، سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. لتعجيل فرج مولانا ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الحقيقة أبو الفضل العباس سلام الله عليه هذا البطل، هذا القائد، عندما يتناوله المؤرخون للأسف يتناولون جزءا من حياته وهو البطولة والشجاعة، وهذا شيء حسن، لأن البطولة والشجاعة من مكارم الأخلاق. كما أن المؤرخون عندما يتناولون أباه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
يتناولون منه هذا الجانب، جانب الشجاعة والفروسية، وكأنما هذا الجانب هو الذي يهمهم. ولكن لا، وإن كان الشجاعة والفروسية، خصوصا إذا كانت الشجاعة تستثمر في سبيل الله وفي خدمة دين الله، هذا شيء حسن جدا. ولكن أكو أمور أهم كثيرا من الشجاعة ومن الفروسية. أبو الفضل العباس سلام الله عليه لم يتناوله المؤرخون في قبل واقعة الطف، وأظن السبب واضح، لأنه سلام الله عليه قد عاش في زمن الأئمة المعصومين واستشهد في حياة المعصوم. فلذلك عندما يكون القمر، عندما يكون البدر التمام، عندما يكون حجة الله، بلا شك تتوجه الأقلام والأنظار إلى ذلك القمر وإلى ذلك البدر التمام، وهو حجة الله على الأرض المعصوم، فبلا شك. ولكن أيها الأحبة، نحن لماذا نفتش عن حياة أبي الفضل العباس سلام الله عليه قبل واقعة الطف؟ حقيقة أنا لا أرى فائدة ولا أرى حاجة من البحث في حياة هذا الرجل العظيم قبل واقعة الطف، لأن واقعة الطف كشفت كشفا تاما عن هذه الشخصية العظيمة. كلكم تعرفون، لا نريد أن نعيد الكلام الذي سمعتموه مرارا وتكرارا، وهو أن الإمام أمير المؤمنين، يعني أنا الآن أريد أمر مرور الكرام على القضية لأن عندي غاية بها، عندي في موضوع آخر أريد أوصل له. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أراد أن يتزوج استدعى أخاه عقيل، قال له: اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لأرزق بها أولادا، أو بعض الروايات ولدا بعض أولادا، لأن العباس عنده أخوة ثلاثة، يكونوا ردءا أو عونا لأخيهما الحسين في كربلاء. فقال: عليك بفاطمة بنت حزام الكلابية، فإني لم أرى في العرب أشجع ولا أفرس منهم، فرسان كانوا. فإذا أبو الفضل العباس هو مشروع كربلائي، هو مشروع كربلاء، كما أن الحسين سلام الله عليه، الحسين مشروع كربلاء، أعده الله تبارك وتعالى وبشر وبلغ عنه النبي صلى الله عليه وآله بأن الحسين مشروع كربلائي. أبو الفضل عباس كذلك مشروع كربلائي، زينب سلام الله عليها كذلك مشروع كربلائي. فما أريد أن أتوقف عليه في هذه النقطة أيها الأحبة، لماذا الإمام علي بن أبي طالب يسأل من أخيه عقيل أن يختر له زوجة؟ ونحن نعتقد الشيعة الإمامية بأن المعصوم يعلم، وعلمه من الله، علمه لدني من الله، وهو إذا أراد أن يعلم شيء تنكشف له الحقائق المخفية، إذن بأمر الله طبعا. إذن لماذا يسأل؟ هل هو بحاجة؟ لا أيها الأخوة، هو ليس بحاجة أن يسأل، وإنما يريد أن يعلمنا ويؤدبنا احترام أهل الاختصاص. أخواني، كل إنسان واختصاصه. الإمام أمير المؤمنين بإمكانه إذا طلب من الله شيء، إذا دعا إلى الله شيء، يخبره، يكشف له الحقائق المخفية الغامضة. ولكن ما يريده سلام الله عليه أن يبين لنا ويعلمنا أن نحترم الاختصاص. مو الآن مع الأسف صراحة، يعني مع الأسف الآن
يعني يجي واحد يدرس له 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين دراسة، بعض طبعا بعض الأخوة دراسة أكاديمية، يقعد يريد يوجه الفقيه، الفقيه الذي يدرس حوالي 40 سنة حتى يصير فقيه ويتخصص بهذا الاختصاص. ماكو دراسة الآن فيها في أكاديمية 40 سنة في اختصاص واحد معين، ماكو شيء أبدا أبدا. دراسة اختصاص الأكاديمية 4 سنين 3 سنين سنتين، يا دكتوراه 3 سنين، ماستر سنتين، بكالوريوس 4 سنين سنتين، هم دروس عامة سنتين اختصاص. ماكو شيء دراسة دقيقة. دراسة الفقهاء، الفقه والأصول، قرابة 30 إلى 40 سنة دراسة دقيقة أيها الأخوة، وهذا اختصاصهم بعد. ونفس الفقيه يحترم الاختصاص، عندما عنده قضية يحتاج بها فتوى، وهذه الفتوى تحتاج إلى أكو موضوع، الموضوع عنده غير واضح، يرجع للاختصاص، هو يطبق الرواية الشرعية الواردة من المعصوم أو الآية القرآنية، يطبقها على الموضوع، والموضوع يرجع به لأهل الاختصاص ليعرف منهم من خلالهم كنه الموضوع هذا، خواص الموضوع هذا، ثم يصدر الفتوى. بعدين نجي احنا يا اخي ندخل جامعة 4 سنوات ناخذ بكالوريوس نقعد الفقيه لازم، لا هسه زين الاكاديمي بعضهم اصلا مو دارسين، اصلا بعضهم مو دارسين، يجي يقعد الفقيه لازم ينطي الفتوى الكذائية، لازم يحرم الكذا الكذائي، لازم يحلل الكذائي، لازم هكذا يقول، لازم يسكت هنا، لازم يتكلم هنا. هذا أخواني ترى أكو هجمة كبيرة على هذا المذهب أيها الأحبة. أنا أدري طبعا أنتم بيكون ما موجود أحد من هالقبيل هذا، لكن أنا أدري هذا الكلام راح يوصل، هذا الكلام راح يوصل إلى أعداد كبيرة من خلال الإنترنت، من خلال الويب سايت مالتكم، لذلك أنا أتكلم حتى يوصل للآخرين، ترى مو لكم الكلام هذا. أنتم الحمد لله، الحمد لله الله أعطاكم من البصيرة ومن الثقافة، تضعون الأمور في موازينها وفي محلها، فبعضهم حتى ما عنده دراسة يقعد يريد يعلم الفقيه، الفقيه عمره ما تدخل في قضية مو اختصاصه، ليس باختصاصه. احنا الطبيب ما نتدخل باختصاصه أبدا، واحدنا يمرض لا لا يسلم بدنه أبدا، أكو واحد يقبل هالشكل يقول لا يا بتعال أنا لازم أفتح بطنك، هذه بطنك جوفك لازم أشقه بالسكين أفتحه حتى أعمل لك عملية جراحية، نقول له إيه نعم تفضل تعال يا بتعال يوقعني، أنت احتمال هذه العملية نسبة نجاحها كذا بالمئة، احتمال تموت، لازم أوافق وأوقع. أنا الفقيه أخواني، الفقيه عمله أجل وأعظم من الطبيب، لأن الطبيب أنا أبحث عنه حتى أسلم بدني، والحال إذا أخطأ البدن راح يروح يتلف وراح أموت، وهاي الدنيا هي أنا لازم أموت 50 سنة 60 سنة 70 100 أموت. أما الفقيه من أسلم ذمتي، من حقي أن أبحث عن الأعلم والأعلم حتى أصل إلى أعلم الفقهاء حتى أسلم ذمتي، لأن ذمتي هذه راح تعيش، روحي راح تعيش حياة أبدية مليارات 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 السنين، الحياة الأدبية هناك بالآخرة الحياة الأبدية، لذلك من حقي أبحث عن أعلم الفقهاء حتى أطمئن، حتى أكون مطمئن. بعدين أخواني أنت ما تطمئن له، ما تطمئن له من خلال البحث والتقصي، من خلال سؤال أهل الخبرة، ما تطمئن له من خلال إجابات الأكثرية من أهل الخبرة يصير عندك اطمئنان. طبعا هذا هو الاطمئنان، أكو ده يصير مغالطة عند بعض الناس يقول أنا اطمئن لفلان، شلون أنا هيك واحد اطمئنيت، لا مو هكذا اطمئنان إخواني، الاطمئنان أن تسلك المسالك الطبيعية، هو أن تتحقق وتسأل 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 من أهل الخبرة حتى تصل على أكثر شهادات من أهل الخبرة بأن هذا الفقيه هو الأعلم، هنا يصير عندك اطمئنان،
مو اطمئنان انت بكيفك يجي براحتك يجي، لا مو هكذا يجي اطمئنان. اطمئنان يحتاج له، يحتاج له مصاديق، يحتاج له اوليات لكي يحصل. فانت يا اخي اذا اطمئنيت قلد ما تشاء من الفقهاء، الفقهاء العدول، الله يحفظ الباقين منهم، هؤلاء الذين افنوا حياتهم في خدمة الدين والشريعة. ثم اخواني أنت تقلد حسب اطمئنانك وأنا أقلد حسب اطمئناني، بالنتيجة كلنا شيعة، كلنا موالين لأهل البيت، كلنا نأمل أن يرضى عنا صاحب العصر والزمان، لأن رضا الإمام هو رضا الله تبارك وتعالى. فأخواني أكو هجمة قوية، ترى هذا المذهب مذهب الله حافظه محفوف من رب العالمين، رعاية الإمام، الإمام عناية الإمام ورعاية الإمام تشمل هذا المذهب، هذه الطائفة. لذلك أنتم تشوفون بقية المذاهب أحد تعرض لها؟ ماكو تعرض إلا مذهبنا إحنا، تعرضات من هنا وهناك وهنا وهناك، بالحجة ألقينا حججنا قوية، شافوا ما قدرونا بالحجة ولا بالبرهان، فتحوا علينا الحدود وأرسلوا إلينا الإرهابيين القاتلين. الحمد لله بفتوى من مرجع، المرجع الله يحفظه إن شاء الله ويطول عمره، المرجع الأعلى السيد السيستاني الله يحفظه إن شاء الله بجاه هذه الليلة، بفتوى من المرجع الأعلى كل المراجع أيدوا الفتوى مع المرجع السيد السيستاني، كل العلماء كل الفضلاء، وخرجوا الشيعة بكل ميولهم وبكل اختلافاتهم، توحدوا وخرجوا لصد هذا العدو الغاشم، وما يفكرون أبدا هذا يمسني إلي لو يمس فلان، لأنه يمس التشيع. الآن أخواني بعد ما شافوا القضية هذا التشيع جدا قوي، بالحجة ما نقدر له، بالبرهان ما نقدر له، بالذبح ما نقدر له، بالقتل ما نقدر له، بالتشريد ما نقدر له، شردونا اجينا. الحمد لله صار التشيع في كل أسطاع العالم، قاموا الآن يحاولون أن يسوون أن ينخرون في قلب هذا التشيع، من داخل التشيع يحاولون أن يخليك أنت تختلف وياي بفكرة أو بفكر أو بتوجه. أخواني لا تنجرون وراء هؤلاء، أحبائي أعزائي، أبدا أبدا، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان حر في تفكيره. أنا ليش أقيده؟ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان طبيعته حر في تفكيره، أنا ليش أقيده؟ أنا ما أريد أقيده. أنت قلد ما تشاء وأنا أقلد ما أشاء، وكلانا أحباب وكلانا أصحاب، أدافع عنك وتدافع عني وأحميك وتحميني. صلوا على محمد وآل محمد. لحفظ مراجع الدين العظام ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لحفظ الحوزة العلمية والعلماء الأفاضل ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. نعود إلى موضوعنا، أخذنا الحديث إلى منحى آخر. أبو الفضل العباس سلام الله عليه له من المقامات والملكات صعبة الخوض فيها. أبو الفضل العباس سلام الله عليه، أنا سألت أحد العلماء قبل حوالي سنين، أحد الفضلاء سألت مولانا أنا أريد يعني ماذا أحصل روايات وأخبار كثيرة عن أبو الفضل العباس. قال ليش؟ لماذا؟ اذهب إلى زيارة الفضل العباس، زيارة أبو الفضل العباس كلش كافية، حقيقة فعلا كافية. الآن لو نجي على زيارة أبو الفضل العباس التي قالها بحقه الإمام المعصوم جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام،
صلوا على محمد وآل محمد. كيف تبدأ هذه الزيارة؟ سلام الله وسلام ملائكته المقربين. نتوقف هنا. الزيارة الوحيدة التي تبدأ بالسلام من الله هي هذه الزيارة. زيارات كثيرة موجودة، حتى زيارات بقية الأئمة المعصومين ما فيها سلام الله، ما تبدأ بسلام الله. وإن كان هو حصل السلام الله لهم موجود في موارد أخرى، سلام على الياسين، يعني هذا يشمل أهل البيت. كل المفسرين حتى الطبري يقول سلام على الياسين، طبعا تقرأ سلام على الياسين حسب قراءة حفص عن عاصم، وتقرأ سلام على آل ياسين حسب قراءة ورش عن نافع، باختلاف القراءات. لكن أجمع المفسرون سلام على الياسين أو آل ياسين، المقصود بهم محمد وآل محمد. يقول الطبري لأن النبي صلى الله عليه وآله يسمى ياسين، فالياسين أو آل ياسين هؤلاء آل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. فأولا سلام الله، نقف على هذه العبارة فقط. ما معنى سلام الله؟ يعني الله يسلم على أبي الفضل العباس. أولا هذا الكلام من أين صدر؟ صدر مني؟ صدر من أحد العلماء؟ من أحد الفقهاء؟ لا، صدر من المعصوم. والمعروف أن المعصوم حسب عقيدتنا نحن، المعصوم حجة علينا، لأن المعصوم امتداد للنبي، المعصوم هو المحافظ على رسالة النبي، لأنه النبوة صارت خاتمة، فالمعصوم هو الذي يحافظ ويوضح ويبين مضامين النبي ومضامين القرآن. فسلام الله، هذا السلام من الله. لو نروح إلى القرآن نشوف الله سبحانه وتعالى سلم على غير أبي الفضل العباس؟ نعم، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين أو آل ياسين، ووضحناها منهم آل ياسين. فإذن الله تبارك وتعالى فقط سلم على الأنبياء والمرسلين والمعصومين دون سواهم. أبو الفضل العباس سلام الله عليه، الله تبارك وتعالى سلم عليه كذلك، كما سلم على الأنبياء والمرسلين، كما سلم على المعصومين الآخرين. سلام الله، ما معنى السلام أيها الأحبة؟ هذا السلام من الله يختلف عن السلام مني. أنا عندما أقول سلام عليكم أو السلام عليكم، ما معناه في الإسلام؟ معناه سلمت أنت ودمك وعرضك ومالك من شري، إن كان عندي شر فأنت سالم من شري، هذا معناه، هذا معناه. لذلك الكافر في الحرب لا يقال له سلام عليكم، لأن حرب بيننا وبينه. أما السلام تحية الإسلام، سلام عليكم أيها الأحبة، وضحوها إلى الآخرين الذين تعيشون بينهم من الأديان الأخرى. سلام عليكم معناها سلمت أنت ودمك ومالك وعرضك مني ومن شري، معناها أنت في أمان. أما السلام من الله يختلف تماما. عندما يقول رب العزة سلام الله، سلام معناها تنزيه، تعظيم، يعني أنت سالم من النقص، أنت سالم من النقص، الذنوب ونقص الذنوب، أنت سالم من النقص، أنت سالم من الذنوب، أنت سالم من المعاصي، أنت سالم من كل شيء ينفي الكمال. الله تبارك وتعالى ما سلم على حد، قلنا
فقتل المرسلين والأنبياء، وإحنا في عقيدتنا أن الأنبياء والمرسلين جميعهم معصومون. فإذن أبو الفضل العباس الوحيد من غير المعصومين يأتيه سلام من الله على لسان المعصوم، والمعصوم ما يجامل، ما محتاج المجاملة. هسه أنا يمكن أجامل، أنا ممكن أطلق كلمة بحق فلان أو فلان مجاملة مني أو جزافا، ولكن المعصوم هل يجامل؟ لا أبدا، لا يجامل ولا ينطق جزافا سلام الله عليه. فإذا هذا السلام من الله تبارك وتعالى تأكيدا على أن هذه الشخصية العظيمة سالمة من النقص، سالمة من الذنوب، سالمة من المعاصي، سالمة من القدح بالكمالات. فإذا أيها الأحبة، أحيانا يسأل بعض الأخوة أبو الفضل العباس سلام الله عليه هل معصوم بالعصمة الصغرى أو لا؟ بعد أعتقد توضح عندك المطلب، يحتاج بعد نقول لك أبو الفضل العباس معصوم عصمة صغرى أو لا؟ أنا أعتقد عقيدتي من خلال هذا الكلام، من خلال سلام الله عليه، إنه أعلى وأرفع مقاما من مقام العصمة الصغرى. سلام من الله يأتيه، سلام خاص، سلام يعني تلاحظون الزيارة لم تقل الزيارة سلام الله والأنبياء والمرسلين، لا لا، سلام الله فقط، هذا سلام خاص من الله. ثم وسلام، سلام الله وسلام ملائكته المقربين، أول مرة سلام خاص من الله، تنزيه من الله، تعظيم من الله، إجلال من الله. ثم يأتي السلام الثاني بعد ما ينتهي سلام الله، وسلام ملائكته المقربين. من هم الملائكة المقربين؟ جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل. هؤلاء يأتي سلام لهم أيضا خاص منهم إلى أبي الفضل العباس، أشرف المخلوقات، بل هؤلاء أشرف الملائكة، لأنه أشرف المخلوقات هم الأنبياء والمرسلين، أشرف بعد حتى من الملائكة. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه. شوفوا هنا بعد ما صار سلام خاص، هو سلام خاص واحد سلام الله، ثم سلام ثاني الكل، كلهم بعد واو عطف، سلام واحد، وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين. كم نبي الله تبارك وتعالى أرسل؟ 124,000 نبي، كلهم يسلمون على أبي الفضل العباس. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين. من هم العباد الصالحون؟ الأولياء، الأوصياء، أولياء أوصياء المعصومين، هؤلاء كلهم يسلمون على أبي الفضل العباس. وبعد منه وجميع الشهداء والصديقين، يعني حمزة سيد شهداء، سيد شهداء في زمانه. حمزة هل يصل سلامه إلى العباس؟ نعم، شوفوا مو العباس يسلم على الحمزة، الحمزة يسلم على العباس. وجميع الشهداء والصديقين، جميع الشهداء يعني شهداء الطف مشمولين؟ نعم، ترى حتى شهداء الطف مشمولين. شهداء الطف يقولون العلماء بأنهم كلهم في مستوى واحد، لا يتفضل أحد منهم على الآخر إلا أبو الفضل العباس يتفضل عنهم، لأنه يشمله سلام الشهداء جميعا. ثم أبو الفضل العباس سلام الله عليه يعتبر، يعني يقول العلماء، هو تالي تلو المعصوم،
هل تعلمون ماذا قال له الإمام الحسين سلام الله عليه عندما أرسله إلى القوم أن يمهلهم تلك الليلة إلى الصباح؟ هذه الكلمة وحدها لازم نتوقف بيها وبيها محاضرة كاملة، أنا فقط أثيرها حتى أنت تروح تبحث عنها. اركب بنفسي أنت، اركب بنفسي أنت يا أخي. الإمام المعصوم، ريحانة رسول الله، ريحانة رسول الله، يقول للعباس اركب بنفسي أنت. هل تعلم ما المقصود بنفسي أنت؟ يعني فديتك بنفسي. الإمام الحسين يفدي العباس بنفسه، اركب بنفسي أنت يا أخي. هذه الملكات التي، هذا كلام واحد في فقط في بداية الزيارة، فقط كلمة سلام، فقط كلمة سلام، والكلام يطول، صدقوني الكلام يطول في هذه في هذا المطلب، ولكن لابد لنا من الاختصار. بعدين بعد ما يكمل السلام اللي هو هذا السلام من الله ومن الملائكة مو كل الملائكة، فقط المقربين، بقية الملائكة ما يذكرهم السلام. لماذا؟ يعني هل هم لا يسلمون؟ لا يسلمون، ولكن ليس لهم أهمية أمام الملائكة المقربين. عندما يذكر الإمام سلام ملائكته المقربين، بعد ماكو حاجة يذكر بقية الملائكة، تحصيل حاصل، لأن هؤلاء أشرف وأكرم الملائكة كلها. هذا السلام الذي يصل إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه يبين مقدار وقيمة أبي الفضل العباس، ملكات أبي الفضل العباس. بعد أحتاج أني أرجع إلى ما قبل الطف أشوف إيش كاتبين عنا المؤرخين. الإمام الصادق يقول عنه هكذا، بعد أحتاج أني أبحث عنه، بعد أحتاج أبحث مطلب، هل أبي الفضل العباس معصوم عصمة صغرى أو غير معصوم عصمة صغرى؟ بعد هذا يأتي الإمام يشهد، أشهد لك أخواني، أشهد لك، الإمام يشهد شهادة المعصوم، شهادة المعصوم الله تبارك وتعالى يرضى بها، الله تبارك وتعالى يأخذ بها شهادة معصوم، المعصوم الذي لا يجامل، المعصوم الذي لسانه لسان النبي ولسان النبي لسان الله. الله تبارك وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى عن نبيه إن هو إلا وحي يوحى، والمعصوم لسانه لسان النبي، لسان النبي صلى الله عليه وآله. فالإمام المعصوم يشهد، أشهد لك بالتسليم. التسليم أخواني ما معنى التسليم؟ التسليم معناه الانقياد المطلق، ما في نقاش أبدا، يعني تسليم انقياد مطلق. عندما يقول إنسان سلمت لك بكل ما تقول، ما في نقاش، لا أعترض لا أناقش، حتى انتبه إلى هذه القضية أيها الأحبة، قضية مهمة كثيرا، حتى وإن كان الذي قاله هذا الكلام الذي قاله لا يتوافق مع عقلي، لا يقبله عقلي، لكن أنا مسلم، أشهد لك بالتسليم، أشهد لك بأنك سلمت. التسليم لمن؟ هسه راح نقوله، أشهد لك بالتسليم. التسليم كما قلت هو الانقياد المطلق الذي لا يعترض عليه أبدا، ولا يحلل ولا يبرر ولا يطلب توضيح، خلص جاء أمر أسلم إلى ذلك الأمر. الله تعالى عندما قال حجوا أسلم، بعد ما أبحث الحج واجب لو مو واجب. الله عندما قال صلوا، بعد ما أبحث بالصلاة واجبة أو غير واجبة. صوموا تصحوا، بعد ما أجي أبحث أقول هذا الصوم هل صحيح، صح للجسم لو لا يؤذي الجسم. إذا أريد أني أكتشف الأمور، نعم لا بأس، كل الزين أن أخوض في العلوم وأكتشف العلوم، هذا شيء حسن وجيد، ولكن لا يكون في قلبي شك. إذا قال رب العزة صوموا تصحوا، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا، أنا أسلم تسليم مطلق.
لا أناقش هذا الموضوع أبدا إلا إن كنت أريد التعلم والتعرف، لا بأس به. فلذلك أبو الفضل العباس سلم تسليم مطلق علما للحسين سلام الله عليه، أشهد لك بالتسليم والتصديق، التصديق بأنه صد. طبعا هذه كل كلمة من هاي الكلمات تحتاج إلى محاضرة تامة، بل أكثر من محاضرة، لعله تحتاج عدة محاضرات كل كلمة، ولكن نحن مضطرون أن نأتي على عجالة. أنا أفتح هذا الملف أخوانكم أيها أخواني أيها الأحبة، وأنتم بعد بحثوا حتى النساء، أخواتي النساء يعني تفضلوا في البحث في هذه الأمور، ابحثوا ملف أفتح أمامكم وأنتوا ابحثوا وشوفوا. أشهد لك بالتسليم والتصديق، يعني أنك صدقت ابن رسول الله، صدقت الحسين لأنه إمامك، لأنه معصوم، لأنك تعترف، لأنك تعتقد بعصمته، لأنك تعتقد بأنه حجة الله، لأنه تعتقد بأنه حجة عليك من الله، صدقته بكل ما يقول. والوفاء والنصيحة، بعد الوفاء تعرفوها، يحتاج أحكي بها الوفاء؟ يعني وفاء بالفضل العباس يحتاج أحكي بها؟ يعني أكو في شيء غامض عندكم بعد؟ وإن كان يحتاج إلى كلام وشرح وتفصيل، ولكن وفاء مبين لأبي الفضل للإمام الحسين سلام الله عليه، يعني يقدم إخوانه، تقدموا حتى أحتسبكم. شوفوا إيش قال، حتى أحتسبكم، لأنه يعتقد إذا احتسبهم هو يعني الحسين احتسبهم، يعني تكلم نيابة عن الحسين، معناه الإمام الحسين سلام الله عليه مفوض يتكلم نيابة عنه. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة، نصحت للإمام الحسين سلام الله عليه، نصحت وكنت ناصحا، يعني شنو نصحت؟ يعني مو تقدم نصائح إلى أيها الأحبة، لا، وإنما نصحت في عملك معه، كنت تقدم العمل على أحسن وجه كما يريد الإمام الحسين، ما كنت أبدا لا تتعب ولا تعجز ولا تتهاون ولا 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 تمل ولا تضجر، بل كنت تؤدي كل ما يريد منك الإمام الحسين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة، المن لصبط النبي المنتجب. من هو الصبط المنتجب؟ أبا عبد الله الحسين، لصبط النبي المنتجب والدليل العالم والمظلوم المهتضم. فجزاك الله، شوف، فجزاك الله أفضل الجزاء. يعني هذه المطالب أخواني تحتاج إلى تفاصيل أكثر، ولكن مضطر على هذا الاختصار. أبو الفضل العباس سلام الله عليه هذه المضامين التي قالها بحقه الإمام الصادق مو اعتباطا أيها الأحبة، هذا كله قاله من خلال تصرفات أبو الفضل العباس سلام الله عليه في كربلاء. شوفوا في كربلاء ماذا فعل في كربلاء أبو فضل العباس. أنتوا تدرون الماء حبسوا عنهم 3 أيام قبل يوم العاشر من هذا اليوم. إحنا ليش خصصنا يوم السابع؟ ليش صارت العادة عند أهل المواكب والمجالس أن يخصصون اليوم السابع للعباس؟ لأن من يوم السابع قطعوا الماء، حبسوا الماء عن آل بيت النبي، والعباس كان في كل يوم يأخذ القرب ويذهب ويقتحم المشرعة ويأتي لهم بالماء. نعم، لذلك الأطفال يجون علي العطش متعودين علي، دائما يجيب لهم الماء، بس المرة الأخيرة ما بس المرة الأخيرة حال الماء حال بينه وبين بين بينه وبينهم. نعم أخواني، أبو الفضل العباس سلام الله عليه كان يقتحم المشرعة في كل يوم. عمر بن سعد أوكل على المشرعة 500 مقاتل لكي يحبسوا الماء عن الإمام الحسين وعيال الحسين. أبو الفضل العباس يروح يقتحم المشرعة ويفرق هذا العسكر 500 مقاتل ويأتي بالماء. في اليوم الثاني ضاعف العدد، ويحكم
500 مقاتل ما تقدرون إلى رجل واحد. قالوا يا رجل هذا علي بن أبي طالب، هذا إذا دخل بعد ما نشوف يمنتنا من يسرتنا، رؤوسنا من أرجلنا. فضاعف العدد جعله 1000 مقاتل. كذلك في اليوم الثامن اقتحم أبو الفضل العباس سلام الله عليه المشرعة وفرق جمعهم وجاء بالماء، ثم في اليوم التاسع جعله 2000 مقاتل. كذلك أبو الفضل العباس اقتحم المشرعة وفرق جمعهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، ثم جاء بالماء. يوم العاشر جعلوهم 4000 مقاتل، هذه الأخيرة. وكذلك اقتحم فرق القوم. يقول حميد بن مسلم عندما جاء العباس اقتحم المشرعة لا نرى إلا رؤوس تتطاير وأرجل تتناثر وأيدي وأبدان تهوى إلى الأرض. يقول عجيب عجيب، صارت غبار، صارت فرسان ينكشفون عنه يهربون، كل ما يتقدم لأحد صار هو يتبعهم ويقتلهم. حتى كشف المشرعة وأخذ الماء 4000 مقاتل. هذه لذلك كل كتاب الطف ركزوا على هذه القضية لأنه امتاز بالشجاعة العلوية المميزة. فأيها الأحبة، هذه المطالب التي ترجمها أبو الفضل العباس سلام الله عليه، أريدك شوية اليوم قلبك توجه لي. أنا أعتقد تهيأت الآن وتوجه قلبك. أريد شوية تسمع لي بقلبك، ها مو بذنك، بقلبك اسمع لي وشوية وانتبه علي. أبو الفضل العباس إضافة إلى كل هاي الملكات وهاي الأخلاق علمت أم البنين ربته، قالت له ترى هذا الحسين مو بس أخوك، هذا الحسين ترى سيدك وإمامك، هذا إمامك الحسين، لا تغث الحسين أبدا في أي عمل. أي انتبه يا عباس، انتبه من تريد تسوي أي عمل أو تتكلم مع أخيك أي كلمة، انتبه أبد لا تخلي ينغث من عندك ويخطأ. صار هذا يوم العاشر، يشوف العباس سلام الله عليه الأصحاب كلهم صرعى على التربان، يشوف أولاد عمه أخوته راحوا، بقي في بين أمرين، ها منتبه علي، بقى ما بين محذورين. يروح على الإمام الحسين يقول له سيدي ائذن لي. يعرف العباس سلام الله عليه هاي الكلمة وحدها تسبب أذية للحسين. نعم، هذه وحد الكلمة إذا طلب الإذن من الحسين راح تسبب أذية وراح ينوجع قلبه للحسين. فبقى محتار شلون يروح له، زين ما يروح يستأذن منه، ما يريد الحسين قتل قبله، لابد أن يفدي بروحه. فبقى ما بين محذورين حتى أخذ يبكي، ثم ذهب إلى الحسين مطأطأ رأسه يستحي ينظر إلى وجه الحسين، يقول له سيدي يا أبا عبد الله هل تأذن لي؟ هل من رخصة إلى أخرج إلى هؤلاء القوم؟ يقول له أبو عبد الله عباس أنت حامل لوائي، أبو الفضل أنت حامل لوائي، أنت كبش كتيبتي، إذا مضيت تفرق عسكري وتشتت جمعي. انتبهوا أيها الأخوة أيتها الأخوات، استمعنا إلى هذه المعاناة، معاناة أبي عبد الله الحسين. أبو عبد الله الحسين ما عنده جيشه خلاص، ما عنده أحد أبدا، بس بقى العباس. يقول له إذا أنت رحت تفرق عسكري وتشتت جمعي، ليش وين الجيش وبقى جيش عندك يا أبا عبد الله؟ لكن هذا معصوم، كلامه حجة، كلامه يعني ما يقول، هو يعني ما يقول، يعني يا أبا الفضل أنت وحدك جيش، أنت وحدك عسكر، ما دامك أنت موجود أنا أتسلى بيك، ما دامك أنت موجود أنا أشوف مرتاح والأطفال مرتاحين. يا أبو فضل عباس إذا رحت أنت نعم أنا أحس بيك أنت جمع، أحس بيك أنت عشيرة، أحس بيك أنت جيش، إذا رحت أنت انكسرنا يا أبو فضل عباس. ثم بينما هو كذلك وإذا الأطفال يأتون، أنا قلت قبل قليل متعودين على العباس، شافوا دخل الخيمة الحسين، إجوا يا عم العطش
يا عم العطش العطش والله جفت ألسنتنا من العطش. قال له الحسين: أخي يا أبا الفضل، إن كان ولا بد يعني روح أخر روح جيب ماء الأطفال، أنا بصراحة ما أقدر أدفعك للقتال، لكن روح. والعباس ترى ما راح يقاتل، العباس راح يجيب ماء ويجي، راح يجيب ماء، ولكن من هجم عليه القوم مضطر يدافع عن نفسه. نعم، أخذ القربة، أخذ اللواء، أخذ السيف، سلم على الحسين لأنه يعلم أنه لا عودة له من هذه الأرض، من هذه من هذا الرواح. نعم، تقدم نحو القوم، اقتحم المشرع، نعم فرق الجيش، نعم ملأ القربة بفضل العباس سلام الله عليه، ثم مد يده. هو مو لما خلى القربة في الماء، إيده طخت بالماء، أحس ببرد الماء. من أحس ببرد الماء؟ الإمام الصادق يقول: كان عمي العباس قلبه كصالية الجمر من شدة العطش. يعني شنو؟ يعني مثل فحم المشتعلة، مثل فحم المشتعلة ملتهبة. فبشكل طبيعي استرسل إيده وغرف غرفة من الماء، قربه إلى فمه الشريف، ثم رماه. يقول حميد بن مسلم: قلت شنو؟ عجب، عطشان ما شارب مي، ليش يأخذ ماء ويذبه؟ ولكن بعد قليل سمعت يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني. اي نعم نعم، ايدك اليوم تكون ويا الحسين، ترى الحسين يوم يبكي على العباس، زينب تبكي على العباس. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده ما كنت او تكوني، هذا حسين وارد المنوني، وتشربين بارد المعين. تلاه ما هذا فعال ديني. شوف باعوا 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 اليقين اللي عند اليوم اللي عند العباس عليه السلام. تلاه ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني. يعني شقد كان عنده يقين صادق، يقول لا لا ما يصير انا اشرب قبل الحسين، هذا الماء يجري بطون حيات، واشرب قبل اخوي حسين هيهات. انا شلون اشرب واخوي حسين عطشان، وسكنه والحرم واطفال رضعان، وظل قلب العليل التهب نيران. والله يا ريت يا ريت الماي لا حلو لا مر. نعم، أخذ القربة بفضل العباس وضعها على متنه وتقدم نحو الحسين، غير الطريق، لم يأخذ الطريق الرئيسي بل أخذ طريق البساتين والأجدار لكي يحامي على هذه القربة من السهام. بينما هو يتقدم نحو عسكر الحسين، وإذا بعمر بن سعد يصيح: ويحكم دونكم الرجل، اقطعوا عليه الطريق، فوالله لو شرب الحسين الماء لم يبق منكم باقية. نعم يا موالين، كمنا إليه ورقاء بن زياد، وعاونه حكيم بن طفيل، فضربه على يمينه فبراها. العباس سلام الله عليه نقل السيف إلى شماله وأخذ يقاتلهم ففرقهم. ثم كمنا إليه حكيم بن طفيل وراء نخلة وضربه على شماله فبرأها. العباس ما يهتم، ما يبالي لا يمنت ويسرت، احتضن احتضن هذه القربة بأذرعه ما تبقى من يديه بذراعيه، بس همت يوصل الماي لحسين، والله بس همت يوصل الماي لحسين، لا قامن ولا قعدن لتشفين. أخذ العباس باتجاه المخيم يسرع،
ولكن يا موالين أتته السهام من كل جانب، سهم جاءه في صدره. بقى العباس سلام الله عليه يتقدم حول المخيم، ثم جاءه سهم إلى القربة فأريق ماؤها. هنا العباس بقى واقف بعد ما تحرك، بعد ما تقدم، ما يريد يروح للمخيم بدون ما، بقى واقف. بينما هو واقف متحير، وإذا بسهم يأتي في عيده اليمنى، فخرج الدم وجمد على عينه اليسرى. اختل توازنه. بينما هو كذلك، وإذا بلعين آخر يضربه بعمود على رأسه. أيوة عباسا وسيدا. اخواني سقط العباس، انتم تعرفون البطل عندما يسقط على الارض كيف يستقبل الارض، يستقبل الارض بيديه لكي يتقي من الصدمة، ولكن ما ادري العباس شلون استقبل الارض. حينها صاح العباس: اخي يا حسين ادركني. جاءه الحسين كالصقر المنقاض، نعم، حتى شتت، حتى فرق عنه الجيش، وأخذ يتبعون ويتبعهم ويقول: أين تفرون مني وقد قتلتم عبدي، أين تفرون وقد قتلتم ابن والدي، والله تعنى من الخيم للعلقم وحسين. يصيح بصوت يا عضيتي وقعت وين؟ قعد ابو عبد الله عند راس العباس، اخذ يمسح الدم والتراب من وجهه. نعم نعم يا موالين، يا عباس حس حسين يمك يمك يبكي وخلط دمعه بفيض دمك، وسكنه تسلي الطفل باسمك باسمك، ساعة ويجيب الماي عمك، والله ساعة ويجيب الماي عمك. الحسين أراد أن يحمل العباس، قال له: إلى أين يا أخي؟ قال: أريد أن أحملك إلى المخيم، أضعك هناك مع الشهداء. قال: لا يا أخي، لا، بالله عليك اتركني في مكاني. يقول له: ليش يا أخي؟ ليش يا عضيدي؟ يقول له: مو أني وعد السكن بالماء والأطفال، وأستحي أوصل للمخيم من غير ماء. يقول له: يا حسين خليني بمكاني. يقل لي: ليش يا زهرة زماني؟ يقل لي: وعدت سكنة تراني، بماي ومستحي من أسدر. نعم يا موالين، الحسين جلس عنده، وبعد هنيئة، وإذا بالعباس يشهق شهقا، وصعدت روحه وفارقت روحه الحياة. أيوة عباس وسيدا. الحسين جلس عنده ويقول: خويا انكسار ظهري ولا اقدر اقوم. والله يا خويا، خويا انكسار ظهري ولا اقدر اقوم. صرت مركز يا خويا لكل الهموم، بعدك يا خويا استوحدوني القوم. آه آه آه
نعم رجع الحسين، ترك العباس في مكانه ورجع. لكن تدري يا موالي شلون رجع هالمرة؟ رجع محني الظهار. عندما وصل الخيام استقبلت سكينة أبي، أين عم العباس؟ هل جاء لنا بالماء؟ ثم دخل الخيمة استقبلت زينب، يا أخي أراك وحيد، أين عضيدك؟ الحسين لم يكلمها بشيء، دخل إلى خيمة العباس وأسقط العمود. إشارة منه إلى أن العباس راح، يقولها يا زينب راح عباس وراح الشهيم اللي ينذا، والله يا زينب راح عباس. ثم خرج الزينب، قال أخي إلى أين تخرجين؟ قالت ارد روح للعباس للعلقمي، أنا رايح لعباس أجعد وركب جفوف فوق زند، أخي من يحمي بنات محمد؟ بعد أن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. يا حسين يا حسين يا حسين، اسمك يا حسين عايش بنص الدليل.